بعدما رأينا التعاون البريطاني الإسرائيلي في غرب المتوسط من خلال غواصة دولفين 2 وتطورات ما حدث مقابل المياه الجزائرية، جاء قرار نقل المهام في USS Porter من إيطاليا إلى إسبانيا من مقر الأسطول السادس في نابل إلى روتا، وكان هذا بمثابة صدمة لتل أبيب لاعتبار ما حدث استجابة لما يسميه الجزائريون بصناعة التوازن الإقليمي عبر بلدهم في المنطقة ستابيليزاتور، كما صرح بها تماما رئيس الدولة الجزائرية، ومن جهة أخرى فقد صرح بها تاونسند عندما استعمل بشكل مباشر ستابيليزر، وهذا يفيد بأننا أمام دور إقليمي للجزائر ترفضه بشكل كامل الآن إسرائيل. ووصف التبون إسبانيا بالدولة الصديقة التي اقترحها لقيادة ميكانيزم لتعاون متقدم لأمن غرب المتوسط وتوسيع عملي لما تراه مدريد في الساحل للحفاظ على مصالح البلدين في هذه المنطقة المتوترة ومباشرة إلى ما سماه الساحل الأطلسي. ونقل هذه المراسيم من مقر الأسطول السادس إلى روتا استجابة لما اعتبر بأنها توازنات وتوازن آخر بين أمريكا التي تجدد دورها ومن ثم تواجدها أمام البريطاني في جبل طارق، ونعرف حساسية لندن ومدريد حول هذا الجبل ومستقبله. ولأول مرة يتأكد أن القوة العملياتية CTF 65 تنشط في كل الأبعاد التي تعوض فيها أمريكا فرنسا، وهو تطور ذكره كيليغات في مقابل العمل الإقليمي لما سمي بمنطقة إيزنشتات. وهذا ما يعني مباشرة أننا أمام تطور جديد في غرب المتوسط، وأمامنا بورتر دي دي جي 78، ليضيف بيان وزارة الدفاع في الجملة الأخيرة بأن الأسطول السادس من أجل استقرار أوروبا وأضاف وإفريقيا كما تنظرونها أمامكم. وهذا ما يذكر به بيان وزارة الدفاع الأمريكي إيذانا بتحول جديد في شمال غرب أفريقيا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بدور أساسي للأسطول السادس في أمن أفريقيا، والمقصود تماما شمال غرب أفريقيا، وانطلاقا من ما يسمى بستابيلايزر كما حددته تماما أفريكوم، وجعلت الجزائر ضمن هذا الدور الأساسي. إذن هذه القدرة الجديدة التي لم ترغب فيها إسرائيل منذ البداية، رغم هذا الذي نعرفه الآن بأن الأمريكيين من جهة يحاولون موازنة مصالحهم انطلاقا من تواجدهم في روتا في إسبانيا، وهنا كان حفل ما سمي بنقل السلط ما بين أو السلطات ما بين القيادة القديمة والقيادة الجديدة لي دي دي جي 78 بورتر. على أي هذا الذي قاده اليوم الأمريكيون لم يكن أبدا كبيان لوزارة الدفاع في موقعها، فلماذا تحديدا جعل مثل هذه اللقطة أساسية كأنها جزء من استراتيجي؟ عشرات التغييرات تحدث في وزارة الدفاع الأمريكية، فلماذا تحديدا بورتر، ولماذا في روتا، ولماذا نقل هذا الحادث من نابل إلى روتا، ولماذا كل هذا إلا إن كان هناك صبغة استراتيجية تريد الولايات المتحدة الأمريكية إيصالها؟ وبالتالي فإنما قاله قائدها، وهو يرى بشكل مباشر أن التحول الجديد باتجاه جعل الجزائر بمثابة ستابيليزاتور
حسب تعبير رئيس الدولة الجزائرية، فإن الإسرائيليين لا يرغبون بأي حال بتحويل هذه المهمة إلى الجزائر على وجه التحديد. الأمريكيون والإسبان في هذا الاتجاه، إيطاليا وكما قلنا في وقت سابق بريطانيا المتعاونة مع دولفان 2 ومع كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في هذه المنطقة في غرب المتوسط قبل سحب دولفان 2 أخيرا، كل هذا لا يرغب الإسرائيلي في شيء واحد، هو تمكين الجزائر في استراتيجية البنطاغون أن تأخذ مثل هذه المهمة. هذه المهمة لا يريدها أبدا الإسرائيلي في الجزائر. لكن تاونسند من جهة كقائد أفريكوم، ثم من جهة ثانية نجد أن الأسطول السادس اليوم يحتفي ب قيادته في روتا ردا على بريطانيا، ويؤكد على دور أفريقيا، والمقصود منه تماما هو هذا الشمال الذي فيه استشكال في غرب المتوسط، والمذكور بالنسبة مرة أخرى تحويل المنطقة إلى، انظر إلى هذا التعبير، بعد أن كانت الجزائر حسب تاونسند، فإن هناك محاولة بالنسبة لإسرائيل على وجه التحديد أن تقول المنطقة ولا تقول الجزائر. وهذا هو الصراع الذي حدث في قلب البنطاغون ما بين الذين مع إسرائيل والذين راغبوا في تحويل المنطقة إلى منطقة تدعي أنها موازن، لكن في حقيقة الأمر فإن الاصطلاح استخدم من طرف البنطاغون مرتين، من طرف تاونسند في زيارته إلى الجزائر، من طرف قائد الأسطول السادس في نابل بإيطاليا في هذا الانتقال الأخير، ثم بعدها مباشرة أمام مراجعتين لنفس المادة المواجهة إلى النشر، فحدث فيه تعديل أمام النسخة الأولى عن النسخة الثانية حسب كتابة ما يسمى بسكرتير الشؤون العامة لوزارة الدفاع الأمريكية. إذا هذا الحادث الذي أعطاه البنطاغون هذا الحجم الكبير بالنسبة لبورتر، هو يواجه من جهة أولى، كما هو معلوم أننا عندنا بورتر وعندنا كوك، دونالد كوك دي دي جي 75، وأيضا عندنا الرمي تي اي او 203، وكلها كانت مقابلة ديفندر في عملها في البحر الأسود. إذن ديفندر هنا، تواجد بريطانيا هنا، هناك أيضا تواجد أمريكي في روطة لتجاوز هذه الحساسية الشديدة ما بين إسبانيا وما بين بريطانيا حول الجبل، حول جبل طارق على وجه التحديد. جرى نقل الاحتفاء من إيطاليا إلى إسبانيا، خصوصا وأن القائد لديه علاقة مع روطة، وهذا شيء شخصي. لكن على العموم فإن أهم التقديرات الجارية اليوم لماذا البنطاغون يسهر بشكل كامل على نقل هذا النشاط من نابل إلى روطة وذكر أفريقيا، والتي لن يفسرها إلا تقرير البنطاغون الصادر اليوم أيضا والمؤكد على العلاقات مع البحرية الجزائرية مستقبلا، وأيضا قاعدة بحرية في تونس، والتعاون التونسي الجزائري يعتمد عليه الأمريكي مستقبلا بالنسبة لصالح أفريكوم عموما، ولصالح ما سماه بحصار التأثير الروسي على المنطقة عموما، وهذا ما يفيد من جهة أخرى واشنطن. لذلك فواشنطن ترى في الجزائر أنها أولا ستابيليزاتور باتجاه ليبيا وباتجاه الساحل وباتجاه غرب المتوسط، كل هذا نتيجة تصور رئيس بالنسبة لما ذكره تاونسند، هناك دائما مهام يجب أن تقوم بها الجزائر ولصالح الأمن العالمي. وهكذا فإن رمضان العمامرة عندما يذكر دائما القضايا العالمية كأساس لما صرح به بشكل مباشر. على كل حال فإن إسرائيل ترفض بشكل كامل هذا الدور الجديد للجزائر في استراتيجية البنطاغون وتحاربه بشكل كامل. حتى التقارب ما بين البنطاغون وما بين أفريكوم وما بين
الجزائر، وهذا ما يجب ذكره الآن، لأن هناك مراسلة على الأقل. بنت عندما راسل بشكل مباشر تاونسند، وهو يذكر بمدى الجهود التي قامت بها الجزائر لعرقلة ما سماه بجهود السلام الإسرائيلية في قضايا أفريقيا، ومن ثم عضوية المراقب في الاتحاد الأفريقي. لقد ذكرها بالحرف، لقد ذكر هذا بالحرف في مراسلة موجهة إلى تاونسن من أجل إبطال الدور الذي يذكر به الأمريكيون، أي الدور الجزائري الذي يذكر به الأمريكيون. وهذا ما يفيد من جهتين أننا أمام أولا هذا التحالف الجديد الجزائري الإسباني، والذي وصل إلى خلق ما سمي بحركة واحدة تجاه أمن الأطلسي والساحل، وهذا تطور غير مسبوق بالنسبة للتعاون الإسباني الجزائري. المسألة الثانية أن الرئيس الجزائري عندما وصل إلى قضية الغاز نظر وقال بأنه لا يزال لم يقرر بعد لسبب واحد، لأن الأمر يتعلق بمصالح إسبانيا. فالأهم أيضا أخذ الشريك على أنه مقرر في هذه العملية. المسألة الثالثة أن الميكانيزم الأمني في الساحل سيكون لإسبانيا دور هام إلى جانب الجزائر. المسألة الرابعة أن ما حدث اليوم من نقل هذا الاحتفاء الذي هو رمزي، ولكن حوله البنطاغون ببيانه، وهو البيان الوحيد لنقل مهام ما بين قيادة قديمة وجديدة، ولا ينشر في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع. لذلك فهناك عشرات من الأعمال ومن الأنشطة في داخل البنطاغون وفي كل فرقاطة وغواصة أمريكية، لكن الوضع لم يكن بهذا الشكل، لأن هذه التغطية أتت من أجل إرسال رسائل سياسية، وهذا ما نحاول أن نستقرئه الآن. لكن مهم جدا التذكير أولا بأن إسرائيل احتكمت إلى البنطاغون في قضية الجزائر ومعارضتها لعضويتها كمراقب في الاتحاد الأفريقي، وحولت هذا الأمر من أمر سياسي وموقف سياسي إلى موقف أمني وعسكري، وهذا ما جعل الأمر الآن له صبغة استراتيجية إلى هذا الحد. لذلك الإسرائيلي طور المعركة، وهذا أساسي جدا. بالنسبة للمسألة الثانية أن تونس والجزائر في حال تحالفهما في استراتيجية يراها على الأقل تاونسند أفريكوم بأنها أساسية ومحورية، لا قضية القاعدة في تونس ولا أيضا العمل مع الجزائر، فالحالة هذه تقصي بشكل كامل إسرائيل من تونس ومن الجزائر، وهذا لا يرغب فيه بأي حال الإسرائيلي الذي يتحرك بشكل مباشر في أفريكوم. وضياع مسرحين سيؤثر بكل تأكيد على دوره أيضا في الاتصالات ومستقبله بخصوص شرق ليبيا وعلاقته بصدام حفتر والاتصالات الجارية ما بين المخابرات الإسرائيلية وما بين شرق ليبيا. هذا يعقد الأمر بشكل أكبر بالنسبة للإسرائيلي، هو يرى أن من شرق ليبيا وإلى الأطلسي، لكن هناك عائقان على الأقل يجب إبعادهما وإبعاد هذا الميكانيزم عن أي تأثير له في أفريقيا. لماذا ترغب أساسا إسرائيل في دخول الاتحاد الأفريقي؟ للمزيد من التأثير، لأن قمة إسرائيل أفريقيا ندرك أنها كانت قريبة من الانعقاد وحدد تاريخها، وبعد ذلك مباشرة أجلت لهذا السبب. لذلك فالعملية اليوم أكثر تعقيدا مما يعتقده الكثيرون. أما بالنسبة للأمن عموما، فمجرد نقل
هذه المهام الأمنية إلى روطة إلى إسبانيا، فهذا يعني مباشرة حصار الحليف البريطاني، وبالتالي إبعاد الدور الإسرائيلي في غرب المتوسط، وهذا ما لا يرغب فيه إطلاقا الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي إن ذهبت عنه إيطاليا أو الدور الإيطالي سيجد أمامه إسبانيا بهذه القواعد، وهذه إسبانيا صديقة حسب تعبير تبون للجزائر، وهذا لا يفيد في شيء حركة إسرائيل في غرب المتوسط. لذلك فالحصار حصار استراتيجي لإسرائيل في غرب المتوسط شديد وقوي، وهذا الذي أراد منه الإسرائيلي اليوم أن يرسل باتجاهه أكثر من مذكرة لوزارة الدفاع الأمريكية بخصوص آخر التطورات في غرب المتوسط. وهذا التقييم أخذه مباشرة البنتاغون ورد عليه بنشر ما حدث مع بورتر، وهذه رسائل متبادلة تعني مباشرة أن كل الكواليس التي يحاول العمل عليها الإسرائيلي ومن خلال المهام العسكرية وأيضا بالنسبة لوزارة الدفاع لحصار ما قد يسمى بعلاقات قادمة أو مؤسسة لا لحوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا وهذا هو المهم الوصول إلى تفاهمات مع وزارة الدفاع ومع أفريكوم مع تونسون، وبالنسبة على الأقل للولايات المتحدة الأمريكية الجزائر هي بمثابة الموازن في هذه العملية في هذه المعادلة كلها، لكن بالنسبة لإسرائيل هي ترى أن هذا التحالف التونسي الجزائري من جهة، وأيضا في غرب المتوسط باتجاه إسبانيا في هذا المحور، فهذا يجعل إسرائيل أبعد عن دور متقدم في غرب المتوسط، وهذا ما لا يتحمله بشكل كامل بنت على الأقل في تقرير كتبه موجه لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عندما كتب بأن النشاط في غرب المتوسط يعتبر رئيسيا ومحوريا، هكذا رئيسيا أو محوريا حسب الترجمة، رئيسيا بالنسبة لنشاطات إسرائيل القادمة، لأن أمن إسرائيل هو هناك على الأطلسي، وهذا ما حسم الأمور بشكل أكبر في علاقة بريطانيا وإسرائيل على وجه التحديد. لذلك فإسرائيل اليوم تقاتل من أجل إبعاد الجزائر عن هذا الدور الجديد وعن هذه الصداقة الاستراتيجية ما بين كل من الجزائر وإسبانيا، ونقل مهام أساسية إلى روطة إلى هذه القاعدة التي هي اليوم قد افتتحت مباشرة ميكانيزم للتعاون مع الجزائر، وهذا هو التطور الأمني الذي يسعى له الإسبان منذ فترة، وأراده الأمريكيون لفتح صفحة أخرى مع الجزائر فيما إسرائيل تستشيط غضبا من هذه التحولات الجارية وفي هذا التقارب الجديد ما بين الجزائر، وبطريقة متوازنة لم تخسر فيها موسكو، ولكنها إلى الآن تربح عن طريق إسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية، وتربح أيضا عبر تونس أفريكوم، وتربح أيضا من العلاقات الأمريكية الجزائرية إلى حدود هذه اللحظة لا تزال تحت الحوار الاستراتيجي، وهو ميكانيزم كان قد سبق الاشتغال عليه لمدة طويلة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.